السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشوف مثال على موضوع الحصر ومعرفة الكميات. تمام، اللي أنا هعمله أول حاجة مش حصر، أنا عارف، بس مبدئيا كده استحملوني. هاجي هنا من فيو، أنا عايز أعمل جدول للأعمدة عشان أشوف كل عمود بادئ منين ورايح فين. فهاجي هنا من الفيو ومن السكادول، بلاقي حاجة اسمها جرافيكال كولوم سكادول. تمام، هو ده مش حصر، هو ده مجرد بيقول لي العمود الفلاني اللي هو اسمه كذا هيبدأ من ليفل 2 وهينتهي لتوب اوف بارابت وهكذا. العمود ده مثلا هيبدأ مثلا من الفاونديشن وهيفضل لحد توب اوف بارابت وهكذا. فده الجدول ده ممتاز جدا ونقدر نسحبه ونحطه في الشيت معانا، بيبدأ يديني معلومات عن الأعمدة، بس ده مش حصر. تمام، طيب الحصر فين بقى؟ إن أنت تيجي هنا في السكادول وتقول له أنا عايز سكادول، وبعد كده بتقول له انا عايز جدول بتاع الاستراكشر. طيب هنا معلم على الاسكال، هاجي هنا اقول له انا عايز الاستراكشر، واقول له انا عايز هنا الاستراكشر كله. تمام، طيب الاستراكشر كله مهول، انت عايز الاول واحده الاسكادول بيلدينج دي اللي انا عايزها، حصر الاسكادول. الاسكادول كي بربط معلومه بمعلومه اخرى بحيث ان انا ابقى اظهرها بعد كده في السكادول بيلدينج. يعني اقول له مثلا لما تلاقي المعلومه الفلانيه حط قدامك كذا، اتكلمنا عنها قبل كده في بيم اريبيا، ان انا مثلا عندي غرف فبقول له اي غرفه مكتوب في اسمها كلمه كذا اظهر جنبيها كلمه معينه. مثلا لما تلاقي اي غرفه مكتوب فيها حمام دبليو سي حط جنبها ان دي ويت اريا. طيب الفيسز عشان تحدد هل انت عايز تحصر الشغل اللي موجود في الفيس الاولانيه الثانيه الثالثه، المفروض يضيف لي حاجه ان انا احصرهم كلهم مره واحده. طيب هقول له دلوقتي اوكي وابدا اشوف انا عايز احصر ايه. تمام، على سبيل المثال مثلا عايزين نحصر الفاميلي. طيب اهوت عايز احصر الفوليوم، عايز احصر اللينس مثلا، عايز احصر الكاونت، الكوست، الكوست لينس. تمام، طيب الويت ممكن نحصر مثلا فاميلي. طيب واقول اوكي، طيب بيعمل لي حصر بالشكل دوت. تمام، طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز احصر مثلا تكلفة بشكل معين. تمام، ممكن تقول له بقى انا عايز اعمل برامتر، البرامتر ده عباره عن نحسب حاجه معينه مثلا كوست 1. هنا كوست بيكتب مثلا رقم معين، اكتب مثلا 10. انا عايز الرقم دوت يتضرب مثلا في الفوليوم او يتضرب في كات لينس او يتضرب في الويت او اي حاجه من الحاجات ديت. تمام، ممكن تضربه في الفوليوم، ممكن تضربه في اللينس، حسب انت تحسب ازاي. تمام، انا هعتبره نمبر واقول له انا عايز الفوليوم هضربه مثلا في الكوست. لازم تكتب الكوست ده بالظبط. تمام، ممكن تضربه مثلا في 1.2 لو واحد. تمام، بيقول لي الوحده مش مظبوطه، مش قادر يضرب ديت في ديت. تمام، طيب ممكن نخليها مثلا ممكن نخليها فوليوم في كوست مثلا. تمام، واعتبرها فوليوم، الطيب بتاعها فوليوم. اوكي اوكي تمام، طيب هقول له مثلا ان الكوست دي مثلا انا اعتبرها ب20، هو اوتوماتيك هيبدا يحسبها ويبدا يديني. طيب هو هنا كاتب لي الوحده وانا مش عايز الوحده ديت. تمام، ممكن تيجي هنا فورماتنج وتبدا تختار كوست 1 وتقول له فيلد فورمات، هو بيمشي زي البروجكت سيتنج. ممكن تقول له انا عايزك ما تدينيش وحدات خالص على سبيل المثال. دي طريقه ممكن نعرفها على انها مش تكلفه. يعني ممكن اقول له ايه، تمام، ممكن نعمل عمود تاني. تمام، هو خلي بالك ضربهم كلهم حسب التايب بتاعهم. تمام، طيب لو كتبنا ده مثلا 10 تكلفته هيبدا يشوفها، شوف ايه الحاجات اللي نفس التايب ويبدا يحطها. طيب خلينا نيجي هنا مثلا في الفيلد واقول له انا عايزك تحسب لي تمام بشكل اخر كوست، كوست 2 مثلا. تمام، ممكن تقول له دي هتبقى كومن اكيد
هتبقى مثلا نمبر هتقول له مثلا الفوليوم، انت عارف مثلا ان هو بيتضرب مثلا في 2.2، تمام؟ اوكي، بيقول لك الوحدة قياس الفوليوم لازم تبقى فوليوم. طيب الفوليوم اهوت هتضرب في 2.2. اوكي طيب، ممكن بقى بعد كده تيجي تخش تظبط الوحدة زي ما انت عايز. تيجي هنا وتقول له ظبط لي الوحدة، وممكن تيجي هنا تقول له ده احسبها لي التوتال، انا عايزك تطلع لي التوتال بتاعي. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز هنا تجيب لي التوتال في كل حاجة، فيبدأ يجمع لك عددهم ويبدأ يجمع لك الرقم هناك. وممكن تيجي تظبط الفونت مثلا، تيجي هنا تظبط الفونت اللي انت عايزه والكلر اللي انت حابه، وتظبط السايز وتخلي بولد ايتاليك اندرلاين زي ما انت عايز بالشكل دوت. تقدر تعمل ريسيت الحاجة، تقدر تغير في البوردر، تقدر تحط انسرت لصورة معينة، بس لازم تكون الخلية مختصة بان تحط فيها صورة، الصورة اللي انت عايز، تمام؟ تقدر تعمل انسرت في الجزء اللي فوق الصورة. طيب بعد ما خلصت الجدول ده وعايز تصدره، تقدر تقول له اكسبورت، وتيجي هنا عند الجدول دوت وتقول له ريبورت سكادول، هو بيصدره تي اكس تي. تفتح ملف الاكسل وتقول له اوبن، ولما بيقول لك اوبن بيدور على اكس ال اس او الامتداد بتاع الاكسل، فانت بتقول له انا عايز ملف تكست، تفتحه يروح محول لك ليه اكسل، تمام؟ او في بعض الادنس تانية بتصدر لك للاكسل على طول. طيب لو انت عايز تحصر الماتيريال، تمام، يبقى هتروح هنا للفيو والسكادول، هتلاقي ماتيريال تيك اوف، هتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها، مثلا ستراكشر كولوم، تمام. هتبدا بقى تشوف ايه الحاجه اللي انت عايز تحصرها في الماتيريال. اهي الماتيريال دي كلها اهيت، تمام، وتقول له احصرها لي، فيبدا يعمل لك حصر للماتيريال اهيت، تمام. ممكن تقول له انا عايزك تجمع لي بالماتيريال سورتنج باي مثلا، هنا ماتيريال نيم، فين ماتيريال نيم، تمام. ممكن تلغي التمايز، هيبدا يجمعهم لك بشكل دوت، تمام. طيب انت عايز الماتيريال اريا مثلا يبدا ايه، لو انت عايز تخليه يجمع اي حاجه تقول له مثلا الماتيريال اريا دي انا عايزك تجمع لي التوتال، يبدا يجمع لك التوتال بتاعه وهكذا. فيبقى عندك حصر للماتيريال، وحصر للاعمده، وحصر للتكلفة، وحصر للمواد، كل حاجة عايز تعملها حصر هتلاقيها موجودة.